جوزك ممكن يكون في زعله قال كلمة وحشة، جوزك ممكن يكون في زعله هانك، ممكن يكون في زعله طردك، ممكن يكون في زعله ضربك. اوعك. والصحبة، الصحبة ممكن تكون صيادة، الصحبة ممكن تصطاد وانت زلعانة معاه. انت لازم انت كمان تكوني ستر وغطى عليه هو كمان. انت لو كنتي عريانة بدون هدوم هتلاقي مين تستخبي وراه وتتستري وراه غير جوزك اللي يصون لحمك. ساعة الزعل حاجات كتير بتخرج بين الاثنين ما ينفعش يكون لها تالت، حتى لو كانت امك، حتى لو كانت اخت. كلمة زي السيف، كلمة زي السكين، كلمة واحدة فقط لا غير، اسمها الخصوصية. كويس اني ما قلتش، كويس اني ما خرجتش اسراري، كويس اني ما عرفتش حد حاجة عن الحاجات اللي جرت معي. طلعي وتنفجرين وتقولي، حاولي تقفلي بقك عليه، لانه ممكن يكون مش من مصلحتك ان هي تعرف عنك شيء بينك وبين جوزك.